اتفضل قبل الطوفان الجاي. المقطع الثاني من هذه القصيدة الطويلة بيقول: جميع ولاة الأمر دنيا ودين، كافة عموم ضلالية مستأسدين، مستفردين بالأمر متنمردين، كل اللي لابدين فوقنا ومأبدين، ياللي انتوا مش منا ولا انتوا صحاب فضل ولا منا، بس انتوا حكمنا وشكمنا وظلمنا بالجهل والعجرفة، وآيات كتب دموية متحرفة فيها 200 إنا ومقل منا، يعقول قديمة خالية من المعرفة عديمة القيمة، مالها إلا القديمة شفة، يا عيون لئيمة في الكدر والصفا، لكن كريمة من اللي شوفها اختفى، يا قلوب سقيمة سقيلة مستظرفة، توعد وتخلف ومجفية الوفا، يا ديول خيول منفوشة متزخرفة، حقيقتها بين الكل من له عينين، هتعملوا ازاي في الطوفان الجاي؟ هتهربوا لفين منه يا غفلانين؟ لا ليكوا حجة ولا الزمن نساي، ولا انتوا شايفين الطوفان جاي منين؟ بالعقل يعني هتشوفوه او تعقلوه ازاي؟ وعقولكم موضة قديمة عالزيرو، أصولية تقفيل عصر طومان باي، فاضية ملانة هوا اتخنق طيره وطوى الجناح راح يابا في الباي باي، عقول غباها بكر وبخيره، لو طالها فكر تدور تجعر جاي، زي ابن باز ما أجازله تشخيره، تكفير جاليليو وميكي والترماي، جاي الطوفان حتوقفوا سيره، وميت يمين لتقدموله الشاي، ولابد ما تبدوه على غيره، ولا حتجروا توحوحوا يماي، وكله يجري يخش لسريره ويكش يتخفى ورا صباعه وضوافيره، ولا ينط النطة زي الياي لورا جدار عزل يا ما طلبنا تكسيره، ولا يروح واخد أضابيره لمنطقة خضرة صارت حمرة يا مولاي، ولا تواجهه بشراسة بلطجية قواي، وتجرجروه بخزام في مناخيره عالمحكمة اللي في لهاي، يمتص حكم يلوص في تفسيره ينشل تفكيره، ما انتوا القواي الغناي وحترسموله مسيرته ومصيره، لا انسوا ما تفكروش. الله الله الله، ايوه كده كده الليلة ابتدت بسم الله. 70 سنة شعر وغنى وأحلام وإحباط ووجع. لما الشاعر يبص على العمر اللي فات وعلى الزمن وعلى التغيرات يقول إيه؟ أنا بمناسبة 70 أحس أني سعيد جدا، سعيد جدا لأن الرهان اللي أنا رهنته في أول العمر كسبته. الرهان اللي أنا رهنته ساعة ما قررت أسيب كلية الهندسة اللي كانت من كليات القمة، وأنا في سنة تانية مناجم، كان زماني أحد مليارديرات البترول دلوقت أو الكسيبة الجامدين قوي اللي بيحكموا حياتنا في العالم كله، وقررت أن مش ده مكاني، وقررت أن أنا أسيب كلية الهندسة لألقي بنفسي في حضن من أحب وما أحب، اللي هو الفكر والشعر والناس. بحس بالسبعين أن كسبت هذا الرهان، وأن الناس بتكافئني، يعني الحمد لله. هذا العام من أوله
كتير من الجمعيات والجماعات الأهلية والتنظيمات الحزبية والاجتماعية قررت أن تحتفي ببلوغ 70، وأظن ده ما حصلش لكتير من الشعراء اللي يمكن بعضهم أعلى قامة مني. لكن حصل بالنسبة لي بما يعني أن زي ما أنا صدقت الناس وأمنت بيهم، هم تلقفوا كلمتي وأمنوا بيها واعتبروني صوتهم، صوت اللي ملهمش صوت. فبالتالي أنا كنت بهرب دايما من عيد الميلاد لأن بحس أن في سنة عدت وما بحتفلش بيه، لغاية ما الناس فكرتني أن 70 سنة عدوا وان اوان اني افرح بالناس اللي حبوني. في 70 سنة وحضرتك بتبص لورا ندمان على ايه؟ ما اعتقدش ان الندم احساس راودني ابدا. ياه. برغم انني لا اكف عن محاسبة الذات. يعني لكن اي خطأ او خطيئة ارتكبتها في حياتي كنت شديد الاقتناع في لحظتها، واذا اكتشفت انها خطأ يبقى ان اتعلم من هذا الخطأ. فالاحساس بالندم ما اعتقدش انه جاني ابدا، يمكن حسيت بالحزن شوية او لحظات او ساعات. ما بتقعش فيه يا استاذ سيد؟ يعني انا عايز اقول لك يا عم سيد، مش عايز اقول لك يا استاذ سيد، انت عمي وبلدياتي وعمدتنا وحاجات كتير. ما وانت بتبص كده حتى العتاب بتعاتب مين؟ لا ما بعاتبش حد. ما بعاتبش حد. انا لا حاسس اني مدين لحد ولا انا مجبي على حد. ولا بتقع في دايرة الحزن بالكامل، بتسقط فيها فتعتكف تقول حقيقة وكلامي؟ بيحصل الحزن ده. يعني ايه قريب قوي في صديق صحفي بيسألني كيف توفق بين تفاؤلك وحزنك او اساك اللي بيطل من بعض اعمالك، فقلت له انا لما بشوف المسيرة الانسانية بمنظور واسع كده بحس ان الانسان ده كائن عبقري وجميل، وهو فعلا اللي كان يستحق ان ربنا يستخلفه على الارض ويستخلفه على عمارة هذه الارض وعلى قيادتها وعلى الاكثار من الخير والتقدم فيها. وفعلا رحلة الانسانية بتقول ان الافاق منفتحة نحو السماء في مشوار الانسانية. لما بضيق المنظور شوية وبص لمنطقتنا، منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية، يظل نفس التفاؤل قائما مع تزايد نسبة الحزن، مع إدراك أن هذه المنطقة هتخرج من النفق المظلم اللي دخلنا فيه خلال 20-30 سنة اللي فاتوا، وأن هذه المنطقة سيعاد تشكيلها قريبا جدا أكثر مما يتصور كثيرين في مواجهة العولمة الأمريكية. تشكيل أفضل ولا أسوأ؟ تشكيل أفضل لمصلحة شعوبها. الذي يحدث الآن أن قوى الشعوب بتتنامى في هذه المنطقة، ولو تلاحظ أن على مستوى منطقتنا في مواجهة لفكرة العولمة بفكرة الأقلامة. في إقليم بيتأسس على المستوى الجيوسياسي في المنطقة، في قوى كتير جداً كلها بتمثل شعوب حقيقية من شعوب المنطقة. في قوة بتظهر وفي قوة بتضمر وبتضمحل وستتلاشى. الصهيونية سوف تندثر في حياة عينك، إذا ما كانش في حياة عيني أنا في حياة عينك أنت ستشهد نهاية الصهيونية، لأنها شيء معادل للتاريخ ومعادل للتقدم الإنساني وعنصري وزرعت شتلة خاطئة في أرض خاطئة. على المستوى هناك برغم كل المشاكل هناك صعود لقوى الشعوب في المنطقة دي، على مدى قريب ستنفرج الغمة عن هذه المنطقة. لما أبي أشوف أدي أكتر تزداد قوي كمية الحزن. وأحزن قوي إن حلم رفاع رفع الطهطاوي
لم نستطع تحقيقه حتى الآن. حلم رفاع رفع الطهطاوي ليكن الوطن محلا للسعادة المشتركة بين الجميع، نبنيه معا على المدرسة والمصنع. هذا الحلم حلم دولة المؤسسات، دولة الديمقراطية، دولة الحرية والإخاء والمساواة بين كل المواطنين، دولة اقتسام الخير العام بعدالة. لسه شوية برغم محاولات محمد علي وبرغم محاولات إسماعيل وبرغم محاولات عبد الناصر وبرغم ما نحن فيه، إلا إن لسه شوية المشوار قدامنا، لكن لم تصل إلى اليأس يقينا. أنا عجبني قوي عم نجيب محفوظ في خطابه لجماعة نوبل اللي القاه عنه أظن الأستاذ سلماوي، محمد سلماوي، نعم، بيعدد مشاكل ومآسي الإنسانية اللي احنا بنعيشها من حروب وأوبئة ومجاعات وبلاوي زرقاء في الإنسانية، وبعدين بيقول كلمة عبقرية: ومع ذلك كله فأنا ملتزم بالتفاؤل. لو حبيت أخرج بالمعنى ده شعرا عشان أطلع فاصل، قلت إيه لليائسين؟ قلت إيه للناس علشان تعيش وتمسك في الحياة وتبني بدل ما تهد وتواجه بدل ما تهرب؟ البحر قال لي اسألني. طب بالميكروفون رباعية صغيرة كده. البحر قال لي اسمعني، أنا مش هضلك، تبت في خلك هو ده اللي يفضلك. أنا قلت خلي خليبي، قال خلي بالك، تبت في خلك يعني تبت في ظلك.